ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، وتم خلال الاجتماع استعراض حصيلة عام 2022، مؤكدا أن دولة الإمارات في عام 2022 كانت ضمن أفضل 5 دول عالميا في 339 مؤشرا تنمويا واقتصاديا واجتماعيا. واعتمد سموه 5 أولويات حكومية خلال عام 2023. وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على تويتر: ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، استعرضنا خلاله حصيلة عام 2022، أكثر من 900 قرار أصدره مجلس الوزراء خلال العام، 22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها، 68 قانونا اتحاديا تم تحديثها وإصدارها، و113 لائحة تنظيمية وطنية تم صياغتها إقرارها وتنفيذها. وأضاف: وخلال عام 2022 تم توقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية، ونبدأ اليوم عاما جديدا أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة. وأكد: شكلت الحكومة في عام 2022 أكثر من 120 فريقا من 110 جهات اتحادية ومحلية، و50 جهة من القطاع الخاص للعمل على تحديث أكثر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي لمواكبة متغيرات كثيرة مرت علينا وعلى العالم. واليوم نحن الحكومة الأكثر قدرة على التكيف عالميا بفضل جهود فرق عملنا. وذكر: دولتنا في عام 2022 كانت ضمن أفضل 5 دول عالميا في 339 مؤشرا تنمويا واقتصاديا واجتماعيا بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها. واليوم نبدأ رحلة جديدة في عام 2023 ننافس فيها أنفسنا ونسابق فيها الزمن لتكون دولتنا الأول والأفضل بإذن الله. وشدد على أنه لدينا 5 أولويات حكومية خلال عام 2023 اعتمدناها اليوم في مجلس الوزراء: الأولى الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة عملية التوطين وتسريعها، والخامسة شراكتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها. واختتم قائلاً: مجلس الوزراء هو المحرك الرئيسي في تنسيق الجهود وتوحيد الطاقات وتطوير السياسات والاستراتيجيات لتحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله وتطلعات شعبنا في بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، متفائلون بالعام الجديد ومتفائلون بفرق عملنا ومتفائلون بمستقبل أفضل لوطننا بإذن الله. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.